حارس مرمى نادي إيبار الإسباني لكرة القدم لوكا زيدان بأنه يحلم بالدفاع عن قميص منتخب فرنسا ليسير بذلك على خطى والده الأسطورة زين الدين زيدان. هذا ويحمل لوكا زيدان جنسيات جزائرية وإسبانية وفرنسية، وهو ما يجعله مؤهلا لتمثيل أحد المنتخبات الوطنية الثلاثة. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي هنا الصحفي في أجنتي فور نيوز وسام. كبهلا بك وسام. إذن وسام، يعني لوكا زيدان ليس الأول والأخير الذي يعني يمكن القول يعاني من ازدواجية الهوية. ما الذي يمكن أن تحدثنا عن لوكا؟ نحن نتحدث عن لاعب بجيل 25 عام، هو نجل الأسطورة زين الدين زيدان، حارس مرمى لعب في الفئات العمرية الصغيرة لفريق ريال مدريد، واليوم هو حارس لنادي إيبار في الدرجة الثانية. اللافت أن هناك العديد من اللاعبين الذين يملكون جنسيات أو مغربية أو جزائرية وولدوا وترعرعوا في أوروبا، فتقوم الاتحادات الإفريقية العربية على سبيل المثال في المغرب والجزائر باستدعائهم إلى المنتخب. يعني هناك عدة أمثلة كثيرة، هناك لاعبون من فضلوا أن يلعبوا في المنتخب الفرنسي كبنزيما وبن عرفة وزيدان وهم من أصول جزائرية، وهناك لاعبين الذين رفضوا اللعب في المنتخب الفرنسي وأرادوا أن يلعبوا في منتخب الجزائر والمغرب. على سبيل المثال هناك حكيم زياش الذي ترعرع في هولندا، لا يتحدث ويجيد اللغة العربية، وعندما تم اختياره وقام المدرب وقتها خوس هيدينغ باستدعائه إلى المنتخب الهولندي رفض الذهاب، قال أنه يريد مهلة من الوقت، وبعدها عمل يعني ممكن أن نقول مقابلة صحفية وقال بأنه يرغب في اللعب في المنتخب المغربي لأن دمه مغربي، والنجم الكبير الهولندي فان باستن وصفه بقرار غبي، ولكنه لم يكن قرار غبي. بالنهاية رأينا زياش يصل مع المنتخب المغربي في نهاية كأس العالم الأخيرة إلى المركز الرابع وإلى دور نصف النهائي. اللافت أن هناك العديد من اللاعبين يشعرون بازدواجية، منهم أيضا على سبيل المثال لوكا يعلم جيدا، هو صرح بالأمس لصحيفة الأكيب الفرنسية وقال يرغب أن يأخذ خطى ولده ويلعب في المنتخب الفرنسي، ويعلم أن هوغو لوريس أعلن اعتزاله لكرة القدم وأن الصراع على غضب الجزائريين بالتأكيد، ولكن من جهة أخرى هو يعني وضع خيط صغير مع المنتخب الفرنسي، ولكن أقول لك إياها بصراحة لو المنتخب الجزائري قام باستدعائه سيذهب، لأنه يعلم جيدا أنه في جيل 25 عام لن يكون له أمل كبير في أن يلعب في المنتخب الفرنسي، وهو ما يتحدث عنه الصحافة الفرنسية. على يعني حسام عور لاعب نادي ليون الذي لعب مباراة واحدة ودية مع منتخب فرنسا مع منتخب الأوكراني، وبعدها انتظر قليلا أن يذهب إلى المنتخب الفرنسي ولم يقوم باستدعائه حتى المونديال، فقرر أن يغير جنسيته وأن يلعب في منتخب الجزائر، وكان هناك غضب كبير من الصحافة الفرنسية عليه لاختياره، والجميع يقول من الاختيار كان ساذج، لأنه عندما كان في أوج قمته وينتظر المنتخب الفرنسي كان يريد يرغب أن يلعب في المنتخب الفرنسي، والآن لأن المنتخب الفرنسي لم يقم باستدعائه واختار الجزائر. هناك ازدواجية كبيرة يعيشها هذول اللاعبين. مرة أخرى أنت تلعبين في أوروبا، تملكين جنسية أوروبية، أصولك عربية، تفكرين مرتين هل ألعب في منتخب فرنسا المدجج بالنجوم وأزاحم كتيبة النجوم الكبيرة التي ستلعب هناك، أم بإمكاني أن أذهب إلى الجزائر وإلى المغرب وأكون هناك نجم. على سبيل المثال رأينا حكيم زياش، رأينا أشرف حكيمي اليوم يعتبر من أفضل الأظهرة في العالم، أيضا فضل أن يلعب في منتخب المغرب وقال بأنه بسبب الأصول المغربية والعربية والتقاليد. لذلك لوكا زيدان لن يكون الأول ولن يكون الأخير، ولكن دائما وأبدا رأينا النجوم الأجانب هم من يصنعون الفارق في فرنسا، من يجيبون الألقاب سواء كانوا من أفريقيا السمراء أو من شمال أفريقيا كمنتخب عربي. نعم، الصحفي في أجنتي فور نيوز وسام كبه، شكرا جزيلا على جميع هذه المعلومات. شكرا لكِ.